وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أخونا أحمد عبد القادر. ما زي زمان، أخبارك؟ ود وليب ولا ود لبب، أخبارك؟ حبابك والله محمد الجعلي، النور نورك. أخونا أحمد مساء الخير، عبد الرحمن محجوب مساء الخير عليكم، مهند محمود حبابك والله، أختنا إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منورة، وسام عثمان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخونا الرشيد مرحب بك، الإعلام الرسمي للقوات المسلحة حبابك، حبابك أخونا صلاح علي نور نورك، حبابك أخونا يسري، عمر فضل الله حبابك والله، عمر فضل الله دفعته لمنه؟ عندي دفعتي اسمه عمر فضل الله، اخبارك وصحتك ان بقيته؟ طيب اخونا وليد حبابك والله، والدناير حبابك نور نورك يا اخونا، عامر انجكشن اسمك عجيب، انجكشن عديل قدام يا زل، يونس موسى حبابك، محمد علي مساء النور السرور، ابو كيمو حبابك، حبابك والله حبابك طم، بخير اخونا الفاتح، الفاتح عبد المنصور حبابك، الكائن ود الجزيرة حبابك، عماد حسن حبابك والله حياك الله، أخونا ماهر حبابك تسلم، آدم حمدان حبابك، موسى البشير موسى ودكوشيب حبابك، الطاير أبو حوا حبابك، مازن عبدو حبابك، حبابك أخونا مبارك تسلم، تسلم أخونا بكري والله تسلم، تسلم أبو العز الحلو، أحمد الحلو حبابك، مصطفى عبد المنعم حبابك، أخونا سعد حبابك، شرف الدين أو شرف عبد المنعم حبابك، الصفحة الرسمية للمسابقات حبابك، وين المسابقات دي؟ ما عندنا فيها نصيب ولا شنو؟ أسعد الله مساك، صالح النجم حبيبنا الغالي حبابك والله، هلا بيك أخونا ياسين وهلا بناس عمان، أبو صلاح التحية لك يا كارم، عمر عبد الباقي الفيل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مزمل الفاتح حبابك يا كارم، حبابك والله، ود حسين ماهر سيدة حبابك يا سيدة، وليد علي يوسف حبابك والله، ردينا على ولا ردينا على حبابه يا اخوانا، طيب الناس الموجودة في اللايف أي ذول يشير ويجينا راجع، شير وتعالنا راجع سريع، شير عشان تعمل لنا الصفحة، عامل زي اللايف نجاوب والله بعدم الشير وبعدم التفاعل، شير وملصقات ولايك عشان تعمل لنا اللايف بس ما أكتر يعني. حسن محمد عبد القادر حبابك والله، ود الحاج عوض حبابك، حبابك اخونا ايمن حبابك، اخونا مصطفى ايوه نعم، ربنا ينهي الحرب، ما في زول بيتمنى الحرب، الحرب دي كريهه اسمها الكريهه، ما في زول بيتمناها، لكن الحرب فرضت علينا، فرضت على البلد، البلد في حاله قزو، ما في زول طالب بالحرب دي على الاطلاق،
لكن نعمل شنو؟ حرب فرضت علينا. ما في زول طالب بالحرب دي ولا في زول اصلا بحب الحرب. حرب دي دمار، لكن الاستهتار ما ينفع. الميليشياوي راسه كبر وشايف الناس كلها بتحييه في رحلة بكم ألف عربية، قال خلاص حيبلع السودان، لكن انبلع، انبلعه. ميليشياوي حميت راسه كبير، أغبى مخلوق على وجه الأرض حميتي، أغبى مخلوق على وجه الأرض. ياخد الدنيا أدته جبال بتاع الذهب، عربات، ما زول ده ربنا ما قصر معه، نعيد ربنا ما بقصر، لكن عمل في نفسه براه وشال أصبعه وطبص به عينه، حتى الآن أصبح مشرد هو عائلته والمقاطع بتاعه دي المغشوشين. الآن أي جنجويتي قاعد بيعتقد إنه ممكن ينتصر على القوات المسلحة واهم نفسه. الموضوع ده كان من الأيام الأولى، من الأيام الأولى انت بقوة كويس، بقوة قدر ده وداخل العاصمة في مواقع مشتركة مع القوات المسلحة، والجيش ما كان جاهز، تفوت الفرصة وتنجغم الجغم ده كله جاينا في الأواخر. ها تشبيكنا ما عارف، والله العظيم والله بقيته عبارة عن إعلام بس، والله بقيته عبارة عن إعلام بس يا جنجة، والله العظيم بقيته مهزلة مهزلة. ويبقى واهم، يبقى واهم ورئيس الواهمين من يعتقد انه الجنجويد ده حينتصر على القوات المسلحة. انا زي يتبلوا يا زول، والله يتبلوا، بل اقسم بالله عمرهم ما شافوا يتبلوا. اغبى 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 مخلوق حمدتي، والله العظيم زول ده يا اخي لقاه مقشرة مقشرة فرقة بحيه فوقه يا اخي، فريق اول كامل بحييك يا حمدتي. تمشي تسمع عليه كلام بتاع مقاطيع يقول لك في 5 يوم ولا في 6 يوم هتستلم البلد دي وهتبلع الجيش، جيش عمره 100 سنة، تجي انت من الخلا ركبت لك رتبة من شوال من الخلا بمقاطيعك العمر ما حارب ولا بعرف حارب دير، وماشي برجلينك ماليش رجلة تمثل لنا فيها انت راسك قوي، هسه في النهاية اتبلت، اتبلت بيدعمك، بيدعمك الإماراتي وبيطامر الدول معاك ده اتبلت يعني، وبيت تراقب بتاع البرهان ده برضه تم بلك وتم جغمك يعني. أبلد مخلوق حمدتي، ولسه هتشوف البل قدام إن شاء الله. يا أخوان عندكم 3 دقائق الناس تشير ونرجع للموضوع بتاعنا، هنختصر ما عندنا حاجة كثيرة بإذن الله تعالى. طيب جبال أنا وضحت لك، قلت لك يا أخي أنا واحد من الناس أقسم بالله ما منزل خبر ساي ولا مطالب اني انزل خبر ساي ولا بنزل خبر طلس. انا عندي خبره في المجال ده سنين، انت قد تكون عملت لي متابعه بعد الاحداث دي، بعد الاحداث دي عملت لي متابعه، انت لو متابعني من زمان بتقتنع. انا كنت بجيب معلومات اقسم بالله حيرت الداخليه ذاته وحيرت جهاز الامن المخابرات وحيرت رئيس اي جهاز في السودان، معلومات طازة، معلومات بوثائقة. كنا بنفضح ناس فاكرين انه ما في زول في الدنيا دي جايب لهم خبر عاملين فيها فتحين، كنا بنكشح وبننشر غسيلهم هنا. الحرب دي لمن قامت بالاستعانة بمصادرنا القدام، واضفنا برضو مصادر ثقات بننشر لك الاخبار. ما عندنا معاك شغل، انا ممكن اسوقك هسه في اليوم انزل لك 500 خبر، والله انزل لك 500 خبر. ما بالذات الفيسبوك بقى يعني يتماشى مع الصفحات اللي فيها تفاعل، حتى وان كانت بتخرق المعايير بتاعته، صفحه فيها تفاعل بتمشي قدام. وهسه في ناس شغالين كده، في ناس هسه في الدقيقه بينزل 500 خبر. انت هسه كمواطن تخش له بس في الخاص تقول له يا اخي تم جغم كده، هسه بينزلها صفحات كبيره هسه شغاله كده، شغاله كده. هسه في ناس بيقطع مواقف عملياتها من راسهم وبيطلعوا شنو كويس، و بيطلعوا بلايفات ويقول لك قال مصادري. في ناس كده شغالين كده، لكن انا ما بنكذب عليك، نكذب عليك في شنو؟ نحن بنديك الحاجه الحاصله، ما بنطبل لجهه ولا عندنا حاجه لجهه. شوف انا بتكلم
في اي ذل. ما عندي كبير، كبير الله بس، والله العظيم كبير الله، ما عندي كبير، برد ما يزول. هسه امسك البراد ده هسه اسلخه لك هنا، امسك كباش هسه اسلخه لك هنا، امسك حب، وكل ما الناس انا كنت ببلهم سوا. بس الحرب دي من جد قلنا ندعم قواتنا المسلحه، لان اخواننا ما في ذل، ما في ذل عاقل بدعم ماليشيا مهما كان مبررك، ما في ذل بدعم ماليشيا. تدعم ماليشيا دي انت ما حرام، الماليشيا دي اقسم بالله العظيم ما في ذل بدعم الا حرام. زول يا اخي جاي يقتل وينهب كويس ويحترم، كويس ويحترم. دقيقه نحذر ده، نحذر ده دقيقه، استلم البلوك ده هاك كويس. زول جاي يا اخي يطلع بلدك تقعد تمثل لي في انت محايد، ما في حياه، ما في حياه، طريقين لا ثالث لهما كويس، او انت خيار لا ثالث لهما، او انت مع الجيش او ضده. بس ما تيجي تقول لي انا محايد، اصلا ما تيجي تقول لي انا محايد. محايد في شنو؟ محايد في الاغتصاب، في القتل، في النيب، في المرتزقه اللي جابهم لك من كل بقاع الارض دي عشان يدمروا البلد، تيجي تقول لي محايد؟ تمام محايد، انت طابور، انت متامر. بس نحن الان بنقف مع الجيش ده اقسم بالله العظيم، مش تقول لي على راسه الكيزان وتقول لي ما اعرف على راسه جيش كرتي وما جيش كرتي. يا زول هوي انا الكيزان ديل اكتر ناس اشتغلت، وما اشتغلت الكيزان ديل اكتر ناس من راسه من البشير، من راسه من البشير. انا بالكاكي طلعت ردمته، باقي القيادات برضو ردمته، وفضحت الاجهزه لان دي ما خليت زول الشغله لو بالتشفي. انا ما اقول يا اخي الجيش ده او الدوله دي فصلتني، انا ما اقول يا اخي الناس دي سجنوني، انا ما اقول الناس دي شردوني كويس. واستلم من الجنجة اقسم بالله العظيم لو داير اغنى كان غنيت، والله لو داير اغنى كان غنيت. وشوف اي زول مستلم، ما بقدر اتكلم في الناس المستلم فيهم، مستلم منه يقول لك عديل. نحن الان مع المواطن، مع الجيش في الشارع ده، ما هو لا يمكن تجي انت توهمني تقول لي قال الجيش ده كله كيزان. الناس اللي بقتل في الشارع ده العلاقات مش لهم الكيزان يا زول كويس. استلم الهناية ده، استلم الحذر ده، مين كده الحملي ده يحملك في صيد طعمية ان شاء الله يا وهمي. هاك البلوك ده امشي مطبلاتي. طيب ندخل في الموضوع يا اخواننا، نختصر، نبدأ لكم بالبل الشامل في كل الولايات. اول حاجة الناس تدقون في العظم او غشلان في اللحم الحي، نازل يا اخواننا قاعد يدخل مسيرات، قاعد يدخل كورنيت، قاعد يدخل امدادات، والداعم معروف دعم الامارات لحد الان. الامارات بتدعم في الماليشيا اللي بتدخل لها، لكن الجوية سجل الزيارات كده جغمت الجابة كله، والله العظيم. انا يعني تواصلي مع احد المصادر قال لي ما حصلت حرائق زي دي من بدايه الاحداث دي، كلها زخاير وكلها دانات وكلها مسيرات وكلها هنا، كلها تم بله، بلده الجويه. التحيه لهم، ده البل بتاع الزرق الحاصل ده. واغلبيه القيادات الان حتى المناطق السيطرة على ما قاعدين يبيتوا في الفرق، ما قاعد يدخلوا الفرق كذابين. والله اي قائد تم تعيينه قال لك ما هزرت يا اخوان، زول ميليشياوي ما عارف يمشي في الوطن يقول لك ده قائد فرقه كويس. اي ميليشياوي الان اقسم بالله موقعه ما معروف، عاملين زي النسوان، والله النسوان ارجل منهم، يبيتوا في اماكن مجهوله خوفا من الطهران. ما حقول لكم يعني جيتوا ما بتقدروا على حتى المناطق اللي قعدتوا فيها، ما قدرتوا تسيطروا على، ما قدرتوا تحموا مواطن الكان بيطبل ليكم، ما قدرتوا تحميه. واي حاجه تجيبوها اقسم بالله بيتم جغمه، اي حاجه تحت الرصد. البلد دي يا اخواننا فيه استخبارات تحيرك، الاستخبارات تشتغل الشغل قبل بدايه الاحداث دي. رفعوا تقاريرهم لبرهان، يا برهان حاصل واحد اثنين ثلاثه، حاصل واحد اثنين، برهان لا يقول لك لا اظن ان محمد حمدان سوف يفعل ذلك كده، ما هو حامي بيه نفسه.
يبقى على الموضوع لحد ما وقعت المصيبة وقعت الحرب. بدأ هالناس زي شغالين وما زالوا شغالين. يعني الجلد اللي حصل في الزرق ده بيوريك ان البلد دي فيها استيك حاصل. انت اي ادعم وجيب ودخل نحن بنبلك حتى في طواقم ذاتها تابع للاماراتيين تم جغمة في الزرق عاملين فيها ضباط بتاع الاستخبارات وهنا تم جغمه وتم بله. عشان كده التحية للجوية ده شغل كبير جدا جدا. اما على مستوى العاصمة كان في مدرمان ولا كان في الخرطوم ولا كان في شرق النيل البل متواصل. جنجوي ده نزاع كل يوم داخلين في فتيل. الليلة سحبوا الارتكازات بتاعتهم المتقدمة. الارتكازات المتقدمة تجاه المهندسين وهنا مش المهندسين ما تزعلوا فيه شنو المهندسين دي الان بيقوا شغالين بس شفتها زي ما بقولوا كده بس ظهور كده او بيقوا شغالين تفلتات او تسللات عبر المهندسين. انا بتكلم لك عن الموضوع بتاع الاذاعه عن الارتكازات المتقدمه في الملازمين. انا دي سحبوها سحبوها من البل التقدم. عندك الخاصه وعندك ابو طيره وعندك قوات الاقتحام النازل الله اخوانا شغالين شغل تقيل جدا جدا شغل بالقطاعي عادي. شفت الشغل بتاع المجموعات 11 نفر جماعات مش المجموعات شغل بتاع الجماعات ده شغال الان في مدرمان. يجي يقول لك قال والله العظيم ناس السيطرة ان القوات دي والقناصات هسه القناصين كلهم تم تحييدهم كل القناصين الان تم تحييدهم الا القليل. ودي واحدة من فوائد التحرك يا اخواننا دي واحدة من فوائد التحرك. عشان كده نحن نقول القوات دي كونها حصرها في محل واحد الشغل ده كده بيطول امد الحرب وغير كده ذات معنى ما تلقوشهم بتهبط. اما الان بدأ التحرك والسيطرة او القادة المسؤولين من مدرمان تحديدا الان مالوا العمليات البرية ويا النتائج يا النتائج. كل مرة الدنيا بتراجع كل مرة منسحبين لورا وعلى القسم الجنجة اللي قاعدين في الإذاعة والله حاجة ما أنا ما أقول لا. يعني أنا ما أعرف أنا ما أغبى من النازل ما في النازل داخلين في فتيل كده ما عندهم أي مخرج أو تنجغم أو تسلم ما عندك أي مخرج. وش ماسك لكم ناس جوا وهنا ده ما بحل لكم ما بحل لكم. القيادة ذات عندكم صيج والقائد الأول بتاع قرب مدرمان ضيفان أنا كلمت لواء كامل صيج صيج معاه مجموعة من القادة التابعين لعلي فضل صيجوا عليه والجيش عارف انهم صيجوا يتعقبهم لحد جزء منهم دخل جبرة الشيخ وجزء منهم تم جغمه هناك عليه اتجاهات شمال كردفان اتجاه كمان للهجانة. الهجانة نحن في البداية كنا بنهاجم فيصل لكن الراجل الفترة الأخيرة دي بأمانة يعني حسن من شغله حسن من شغل الفترة الأخيرة فيصل التحية له. ما أنا عندنا مشكلة شخصية مع زول يا أخي تشتغل لنا أنا والله بنشد بك ممكن ندق لك طبلة عادي للشغل لنا تعمل لنا الجنجة دي هذا شغله الأخير ده فيصل ده شغل كويس جدا جدا. فيصل محمد الحسن اللي هو قائد الفرقة الخامسة مشى دائما التحرك كويس الطوف كويس التعقب كويس. معظم الهاربين من العاصمة العقبتهم الهجان هناك وجغمتهم حتى المسروقات والمنهوبات النهبوها ما شنبا تم استلامه وتم جغمه. بس الهجان جغم لهم اكثر من 74 جنجويتي وده الشغل المطلوب. التحية للقائد فيصل محمد الحسن مش اتكلمت عنه قبل اليوم هسه بجي بقول لك التحية له لانه شغل الايام دي بعجب وشغل كويس جدا جدا. كذلك عندك التحية للأتيام الخاصة في أم درمان الأيام المتعاونين في فتيل المرق مرق روحه. بعدنا نبهنا أخواننا في التفتيش يا أخواننا أي زول الأيام دي بالذات الجنجة المحصورين جوا دي الأغلبية الطوابير الآن متخارجين. أي زول جاك في ارتكاز أو في تفتيش شدد معاه ما شدد معاه معنى انك تظلم وانت ما عندك في حاجه في البوليس بيقول لك اشتباه يستلمه وحقق معاه. حتى في بعض الاسر بتسوق ناس
على اساس انه ديل اولاده متابعين لهم وكده، لكن اغلبيتهم دنجويد يشتبه فوق طوالي، شوفوا جاي من وين وماشي وين، ما عنده تلفون، دي الشبهه ذاتها. شفت اللي بقول لك ما عندي تلفون ده؟ ها؟ ده جنجويتي. نحلب عليه جنجويتي عشان ما يجيب التلفون. اي زول داخل كده شفته مارق ماشي، ده استلموه طوالي، جاي من وين وماشي وين، ثبت انه ما عنده علاقه بالجنجويت او ما كان متعامل مع الجنجويت، خليه يبقى مارق يشوف شغلته. بس المطلوب. فاغلبيه المتعاونين مع الجنجة الان في مدرمان بدو يتخارجوا، العمليات بتاعت المداهمات اللي بتقوم بها الاتيام الخاصه او الاتيام المشتركه، يا اخواننا والتحيه لنا سبوطيره، دير الناس اللي بيعرفوا الشغل، دير الناس اللي وروا الجنجه طفى النار طفى النور منه، دير الناس اللي كشكشوا الجنجه بالبومبان مرقوم، القناصين جماعه عاملين فيها قناصين، ويا اخواننا هوي ما في حاجه اسمها قناص تقعد تحنس اطلع اطلع، ما في حاجه اسمها يقعد يتحنس اطلع شنو؟ عندك دخل فوق وشينفا ولا ميم دال؟ نخسر زول كامل عشان جنجويتي اطلع واطلع شنو التحنيزه؟ دقوا بميم فا دقوا بشينفا ولا دقوا بميم دال بس يطلع شنو؟ ما في حاجه اسمها يطلع تحنس فوق اطلع 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 قريبا سريه قاعد تحنس لكم في جنجويتي واحد يطلع ما تدقوا زول قاعدنا في دكان ولا قاعدنا في هناي بلو بس ما في حاجة اسمها اطلع يطلع وش الفايدة لو طلع ولا كان قاعد زول قال الناس كان بيقتل في ناس بيقنص حتى في المواطنين كويس تجي تشبك وما عارف اطلع وما اطلع نخسر زول كامل عشانه سرية كاملة تكون محاوطة ما في كلام ده احنا دارنا نغيض دارنا نغيض التحيل ابو طيرة ما هو ابو طيرة ذل لو كان في قائد غير البرهان كان بدا بيعمل الحرب طوالي بالذات الطيرة بتاعنا القطاعات ديل كان جاهم خلاهم يشتغلوا مع الناس ديل حرب مدن يعني لكن البرهان اتراخى وتهاون لحد ما الشغلة دي على العموم لحد هنا التحيل انا سبوطيرة شغالين شغل كويس جدا جدا الايام اللي فاتت الملاحظ انه حتى الجوية يعني اي امداد داخل الجنجة بتحيدوا في شرق النيل محيد اللم اكثر من 3 شاحنات تم جمعها وده اللي يدل على ان اخواننا في رصد وفي تتبع وفي شغل بتاع استخبارات كبير جدا جدا شغال كان داخل العاصمه كان خارج العاصمه احيانا في توجيهات من السيطره بتكتف يعني انا واحد من الطيارين ده قال لي اقسم بالله يا ابراهيم المعلومه تكون متوفره ويكون في تحرك معلوم لدينا ما بتجي التوجيهات بتاعت شنو؟ بتاعت التعامل يعني حتى الاستخبارات برضو قاعدين يقولوا احنا قاعدين نبلغ وقاعدين نقول وبنرفع تمام تحركات وكده وكده ومصادرنا بدونا لكن ما في تعامل احيانا السيطره ذاتها بتقصد يعني الحكايه طيب لجل الكدرو التحيه لقائد الكدرو هذول هذول محدد جدا جدا هذول عارف شغل هذول اشتغل نفس الشغل بتاعنا 54 الدرن ما قاعد يرجع الجنجويد ما قاعد يرجع لحد ما يجوا بيطلع من صبلم كماين عشان كده بتنبلوا هذول بيغلى 4 يوم بس بال من الجنجة ديل اكتر من 40 عربية من بل الاستلام استلام عربات بحالة جيدة بالاضافة للمدمرات ده قائد الكدر والابطال معه وغير كده ناس وشقالين استخبارات وشقالة فل التحية له ودائما الجنجة ديل ما دايرين زول ننتظرهم ما دايرين زول ننتظرهم الجنجة دايرين مباقتة يا اخوانا نازل عبارة عن اعلام عبارة عن اعلام وعبارة عن تضخيم وعبارة عن اعلام اللي هو الاعلام المساند بتاع القحاطة القحاطة طبعا في الشغل بتاع الاعلام ديل اخطر منه ما في يقعد يشبكوا لك الناس ما عارف داخل 500 عربية داخل 200 عربية بلون فوق وكله سواقة بالخلساي نازل ما عندهم حاجة لو قارنت الجنجويد بالقوات المسلحة ما في مقارنة ما في مقارنة لو قارنتهم لكن لما تجي تشوف الطلس بتاع الميديا وتجي تشوف ناس السيطرة ذاتهم علينا نازل حساب والله العظيم من جينا لجد حاملهم ناس السيطرة ذات حاملهم ناس السيطرة فالنازل عبارة عن إعلام وعبارة عن سواقة بالخلا وما عندهم أي حاجة الآن فضلوا في مدرمان وفضلوا في العاصمة ديل أستاذ لو طلعوا جيش حطاب ده
هاي الشغل شغل كبير جدا جدا. حطاب دي فيها آلاف، حطاب دي آلاف مؤلفة قاعدة. هسه عندك الجبل، ما هو شفت من الجبل ده أصلا، شفت من بداية انسحاب الجبل ده، هو ده أدمر الجزيرة، وده هو مكنه من دخول الجزيرة. متحركات قاعدة في الجبل، أنا ما عارف ليه ما مرقت واجهت. متحركات انسحبت، دخلت 18 وده البقيت ده طلع عديل. أنا والله بسمي انسحاب، وده جري، وده تعليمات ادوها ليه، وحتى لو ادوك تعليمات ما في حاجة اسمها يا أخي ادوني تعليمات. أنا ما عارف القيادة قدرت لك، أنت ما عندك تقديرات، أنت ما عندك، أنت الليلة بجيش زي ده، جيش كامل، كل المتحركات دي قاعدة، بدل تواجه تقعد تنسحب، بدل تواجه وتخسر الجنجة دي تقعد تنسحب. اقسم بالله العظيم على الناس اللي مرقوا من الخرطوم مشوا على الجزيرة افتكرنا انه دي نهايتهم هنا، لكن لما الجيش سلموا الجزيرة من غير مقاومة، وخلى لهم كمان بعض المعينات امدادات، خلى لهم تسليح، وخلى لهم وتخارج فت، عرفنا من الشغلة دي يا اخواننا بيقدوها ناس السيطرة فوق ذاتهم، هم اللي بيقدوها. بس لكن صدق تماما انه اخواننا في جيش، وان الميليشيا دي عبارة عن اعلام، عبارة عن اعلام فقط. طيب امس السيطرة رجعت ضباط مشهود لهم، يعني ناس اشتغلوا وناس خبرات، واحد فريق، واحد لواء، واحد عميد، دير رجعوا استلموا شغلهم. وده البس اللي انا امس نزلته، في ناس قاعد يسوي لي لا 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 ليش يا اخي دي حاجه. انا قلت لك الوجع رجع، الوجع بتاع الجنجة ده قائد محنك رجعه، وبدا شغل طوالي، يعني بدا شغل طوالي، ما كتف دينه كده طوالي، بدا شغل وهزر تعليماته. بعدين ما هي حاجه يا اخواننا بتتشرى في الميديا، ما هي حاجه بتتسرى في الميديا، في صفحات كده لو شافوا تحرك بتاع جيش، لو هسه اتصلوا علي قال له يا اخي في تحرك بتاع جيش كده طوالي بنزله، ما في كلام فارغ زي ده يا اخواننا. التحركات دي نحن نتكتم على تنجز مهمتها، بعدين نحن بدنا نجيبها، لكن انت ما في النهايه دار تعرف الحصل شنو، جيش تحرك ده تعرف الجيش ده جغم ولا جغم، صح؟ ونحن بعدين بنجيب لك نقول لك حصل كده وحصل كده. لكن ما تقعد تقول يا اخي والله العظيم في، وفي ناس بيصوروا وبيرفعوا، الكلام ده خطا جدا جدا يا اخواننا. تحركات الجيش دي لابد من تكون في قاية السرية، شغل سري. لكن سبحان الله يهودا الأخر المعركة ذاته، ده الأخر المعركة ذاته، ناس تصور ترفع معارف الجيش متحرك من كده، وجيش مالك وماله يا أخي، شفت جيش ده عامل لايم ساكت، استبشر خير بس. موضوع إن شاء الله بنحسم. طيب نجي للموضوع بتاع حول القيادة، حول القيادة في تعامل مع بعض الأوكار اللي بدون القيادة، اللي بدون القيادة المتواجدة في الصفا، المتواجدة في جاردن سيتي، والمتواجدة في بوري، بيتم التعامل معاه من فترة لأخرى. أمس في مدفع تم تحييده، وكذلك الليلة برضو في بعض التدوين على القيادة برضو تم التعامل معاه، يعني بالإضافة لشرق النيل أو المسيرات، وبالإضافة للمدفعية اللي قاعد تدون شمال بحر. ماليشيا في منطقة ما مدها النسكورة بدأت تطلع المواطنين من البيوت وبدأت تتجمع، المعلومة وديناها قدام يعني، والجيش عارف تفاصيلها. في منطقة ما مدها النسكورة ما نتكلم عنها يعني. فالعمليات في العاصمة تسير في صالح القوات المسلحة يا اخواننا، وهذا موضوع طبعا مفروغ منه، موضوع منتهي منه، يقول لك انزل داير لولو الحقائق ساي ولا داير يسوق الناس ساي. الجزيرة ما زالت لحد الان الجزيرة منكوبة، لحد الان اخواننا الجزيرة منكوبة، ولحد الان مواطن الجزيرة بيدفع في الثمن، ولحد الان مواطن الجزيرة في عزلة، والميليشيا مستفردة بهم. ده الحاصل، الجيش يتحرك في حتات معينة يا هو اتجاه سنار بيغالي، وخلع الجنجة ديل، جزء منهم جرى وجزء منهم تاني رجع، يعني رجع لمناطق
او مناطق او اماكن الارتكازات المخصصه لهم. ده الحاصل يعني. انا ما اقعد اكبر الموضوع ساكت تشبيكنا والله العظيم ما عارف جيش وخم الجيش طلع وتاني رجع يعني. طلع دق الجنجه وتاني رجع. نحن دارين الجيش اتقدم يا اخواننا. دايرين تعليمات حاجه اسمها توجيهات الان مباشره يقتحم الجزيره بالتعليمات المطلوبه. لكن شغل بتاع مناوشات ده ما بينفع. الجزيره دي ما بتستحمل. الكلام ده قلناه مرارا وتكرارا. الجزيره ما بتستحمل. يا اخوان الشغل ما يبقى شغل بتاع استعراض ساي مقاومه وتصوير وكلام زي ده. المقاومه دي اتعملت عشان شنو؟ عشان تساند الجيش. تعدد من الموقف بس اتعملت عشان كده. ناس شال السلاح خلاص ترمي قدام جيش يشكل يمشي قدام. لكن يا اخي احنا كل يوم شهد ما عارف قائد الفرقه ما عارف تخرج الدفعه هنا ومستنفرين الدفعه. ما في كلام زي ده يا اخواننا. ما في كلام زي ده. الشغل ده تحركات بس. زول السلاح شال سلاح عرف يفك وعرف يركب وعرف يضرب يرمي قدام. الشغل ما شغل بتاع استعراض وشغل بتاع شوفوني. الكلام ده هسه اخذ 4 شهور ولا 5 شهور برنامج بتاع المقاومه الشعبيه. الجيش داري يبلع. ناس السيطرة دارين يبلعوه. ناس السيطرة دارين يبلعوه. الناس لبت الندى ووافقت بالموضوع ورحبت وعندها حماس. هيمتصوا الحماس بتاعك ده كيف؟ هيمتصوه يا هو التخدير. الليلة ما في تحرك وبكرة لحد ما الموضوع يبقى لك عادي يعني. لحد ما الموضوع يبقى لك عادي. أنا من الناس الجيش كتبوا بقيادة أو تحت قيادة القوات المسلحة أقول لنا معلش. خلاص هي تحت قيادة القوات المسلحة. لكن وين الشغل؟ مما سقطت الجزيرة الليلة كم؟ الليلة كم من الجزيرة سقطت؟ أو من ما سلمت الجزيرة الليلة كم؟ كم شهر؟ بعد الناس في لايفاتية ما قصروا يعني اشتغل على موضوع المقاومة ده وعبوا الناس ودعموا الناس ورفعوا معنويات الناس والناس جات والله في ناس أقسم بالله العظيم جات عن طريق اللايفاتية. لكن الجيش والكتف مصيبة انه السيطرة دي اللي عاملين لك فيها ما هو يديك حاجة. هم الجيش عارفين نفسهم بيحسموا الشغلة دي من غير مقاومة بيحسموها. لكن وين؟ وين التعليمات؟ وين الشغل؟ ما هو ما في جيش زي ده. جيش بيشتغل زي شغل البرهان ده انا ما لقيته. جيش بيشتغل في حتات كويسة في حتات بيتعمد انه ما يشتغل يا هودي الا الشغل ما معروف يا اخوان. الشغل معروف ماشي على وين وجاري على وين. على العموم ما زالت الجزيرة يا اخواننا تعاني وما زالت الجزيرة او انسان الجزيرة يعاني وما زالت الجزيرة تنزف والميليشيا اللي بتعمل في الجزيرة ده ما بتقال. رغم انه شيل البصل ده يعني حاجة بسيطة او الجرائم المتداولة دي حاجة بسيطة. الناس زي وصلوا لمرحلة انه يسوقوا الاطفال ويبتزوا بهم اهلهم يعني يعمروا السلاح يحطوه في راس الطفل يقول له امه طلع الدهب طلع اللي عندك. ده الشيء اللي قاعد يحصل في الجزيرة يوميا. الموت حاصل في الجزيرة. نحن دايرين شنو؟ نحن جيش اتحرك يعني. في ناس بيقول لك لا لا ما نتكلم في القيادة. ها نقعدوا لحد 2025 ما نتكلم عشان الناس ما يشتغلوا ليش؟ هو انسان الجزيرة ده خارج السودان ده ولا ما في حسابات السيطرة؟ ما هو الجيش ده جيش هيشتغل في كل المناطق زي الناس؟ يا كمان نعرف الحاصل شنو؟ عموما الموقف العملياتي مشرف يا اخواننا والشغل كويس جدا جدا ما عدا الجزيرة. الشغل فيها واقف او ما في جيش اتحرك على الجزيرة وشغال في الجزيرة. احنا الجيش لو اتحرك على الجزيرة وشغال في الجزيرة انا نيجي نكلمك هنا بس. في عمليات بتاعت جوية متقطعة احيانا زي امس يعني ضربات كده خفيفة خفيفة. لكن ما في جيش كده اتحرك يا اخواننا ادوا تعليمات او قائد تم يعني مثلا اصدار له تعليمات قال له يا اخي استلمه وتحرك على الجزيرة. كله كلام ساي يا اخواننا. كله كلام ساي. معلش اتحملونا احنا نقول النصيحة يعني كله كلام ساي. كله كلام ساكت. طيب امس في موضوع كده اتطرقنا له لكن الشبكة او الفيس حظر اللايف. اتكلمنا عن المواضيع الانصرافية. مواضيع الانصرافية اخواننا
الآن المنتشر المسلسل بتاع زوج ثقيل وما عارف التصريحات أو الفضائح بتاعت شهد أسهري ولا مين ما عارف والكلام ده. كلمنا عن الكلام ده أمس في لايف لكن اللايف اتحذف. نكرر ونعيد تاني يا إخواننا، دي كلها مواضيع انصرافية ساي، دي مواضيع انصرافية. نحن بيهمنا الجزيرة وبيهمنا اللي بيحصل في الجزيرة وبيهمنا اللي بيحصل في المواطن السوداني، إذا كان قتل كان اقتصاد، ده اللي بيهمنا إحنا، مالنا ومال ما عارف فضايح شاهد ولا انت قال لك اتصور منه سؤال، قال لك اتصور منه يا اخواننا، ما في زول الليله بيعمل حاجه بيده يجي يشبكنا ونحن، وبعدين الموضوع ده ما كان عنده اهتمام يعني، موضوع ما في زول شغال بيه. انت طلعت في الصفحه بتاعت اخصائيات الفضايح دي كويس، وشابكانا ما عارف انا وعملوا لي، قال لك انت تصور منه، ما هو بالمنطق ما في حاجه اسمها صور خاصه ولا زفت، حاجة اسمها صور خاصة، ده تصور نفسك اجيبي قدام مراية شوفي نفسك، افتحي كاميرا تليفونك شوفي نفسك، لكن شنو صور خاصة والواحدة تقعد ترسل صورها وتقعد تتوهم في النهاية تيجي تشبكنا لك ما عارف صوري وصوري وصوري. بعدين الموضوع زاد، انت لو ما هسه اغلبية الناس بقت شابكانة لك دارين صور ما عارف شنو، دارين اعرف الحاصل شنو، شنو دي كلها مواضيع انصرافية ساي، كلام فارق ساي، وده كله كلام موجه يعني في جهات تيل بتدعم التفاهات زي دي عشان تصرف الناس. ناس كلها جارية في موضوع وهمي صورها وصورت ليه وسوى، نحن ما لنا مالك، انت اساسا انت خليك من صورك الخاصة، وانت هسه في لبسك في تحركاتك دي كده ذاته شنو يعني، كلام فارق ساكت. عبد نزل الهلال كمان اقسم بالله سبحان الله يا اخواننا، ها ناس الهلال ده اكبر مواسير على وجه الارض، اكبر مواسير على وجه الارض ناس الهلال، ما عندكم قيرة. انا بتكلم عن اللعيبة او النادي يا اخوان، انا بتكلم عن المشجعين عشان تجي تهاجمني ساي كويس، انا بتكلم عن اللعيبة يا اخي، عشان اتحرر الاستاد بتاعكم فقدنا اكتر من 37 من ضابط لفرد يا اخي، تجي انتوا على الله ما عندكم روح قتالية، انتوا الليلة لو لعبتوا وقاتلتوا معلش، لكن ما عندكم روح قتالية، ناس وهمين ساكت يا اخي، اتخارجتوا من البطولة، يا اخي كان بامكانكم ترفعوا معنويات الناس في الوطن، الناس الان اللي قاعدين في الوطن ديل وخارج الوطن ديل بانتصاركم ده ممكن ترفعوا كام معنوياتهم، لكن الناس يموتوا ودم ينقض يرجعوا لكم بيتكم تمشي تخزنونا تلعبوا كوره ميته زي دي وصارفين فيكم ملايين الدولارات، اقسم بالله العظيم المفروض التيم بتاع الهلال ده كله بين مدربين ذاته يجيبوا مواجه سيدنا ويفتحوا بهم الشارع والله العظيم، يجيبوهم شفت يشبكوهم لك حلاقه او يحلقوهم لك صلعه بعد ذاك يركبوهم الشارع بغالي، كان جاي ما جا خلي انجرب فايدته شنو؟ زول وهم يا اخي، ما داري كلهم اقسم بالله لعبت الهلال ده كلهم مواسير كلهم لعيبه ده، بس المفروض تشوفوا طوالي من هناك رجعوهم طوالي، وين وادي سيدنا، وادي سيدنا ذاته يجيبوهم وين، يجيبوهم لناس الاقتحام ويجيبوهم لناس الخاص ويجيبوهم لناس ابو طير ده يمشوا معاهم، ولا بتلعبوا كوره ولا بتشبهوا الكوره يا اخي، واحد سواقين وزيل زيل هنا يا اخي، في لاعب كوره ذاته بيقعد يشرب شيشه ولا بيساهر لحد الساعه 12 الساعه، فضحتونا ذاته والله فضحتونا اقسم بالله العظيم، انا ما من رقابي ولا عندي علاقه بالكوره، لكن امس شينا منكم فضحتونا وشردتوا عيننا، فضحتونا وشردتوا عيننا، ما عندكم وطنيه عادي من وطنيه، المفروض طوالي والله العظيم يا برهان تصدر تعليمات الناس اللي يجوا يودوهم وين، وادي سيدنا من وادي سيدنا يودوهم وين، حتى يودوهم ذاتهم البحار المتقدمه يودوهم يشتغلوا هناك، شفت الملتهبة حتات اللي فيها شغل صحيح صحيح، ودوهم يداهم على ابو طيرة ديل كان ماتوا ماتوا ما زادوا احسن احسن ينجغموا زاد، بدل ما احنا نقعد نفقد ابطال زي ديل خليهم ينجغموا والله العظيم خليهم ينجغموا. طيب في تواصل او في وساطات من او من القطريين بخصوص التفاوض او الرجعة للتفاوض،
شايف القطريين داقين في مباحثات سرية يعني، واتصالات مع قيادة القشم، واتصالات مع قيادات أو صعاليق الميليشيا يعني. لكن الموضوع ده مبتم والله، والله ما بتم. نحن ما بنقعد نتفاوض مع ميليشياوي على الإطلاق، والله ما بنقعد نتفاوض معهم. نحن بنعرف أي واحد عندنا شروط، شرطنا الأساسي نازل لقد سلاحهم، ده الشرط الأساسي، يطلع من بيوت المواطنين، ده الشرط الأساسي. بعد ذاك تاني يشوف البعثة شنو راح يخطوا سلاحهم. ده قعدنا معاهم ده باعتبارنا اعترفنا بهم. مشكور يا أمير قطر أو حاكم قطر، لكن جنجويدك دل ما بدل بقعد معاهم والله على الإطلاق. يتبلوا بس الدق ودق، لم يقولوا ما دايرين. هم الآن غيروا النغمة بتاعت نستلم البرهان ومسيطرين، بيقوا نغمتين البرهان ما دار سلام. شابكين لنا من بداية الأحداث، سلم نفسك يا برهان. وطلع الهارب حماية تزار جاب كان سلم نفسك يا برهان. هسه التفاوض لشنو؟ تفاوض بعد شنو؟ والله اللي عملته في الجزيرة ده أقسم بالله العظيم عمره ما يتنسي. تفاوض، تفاوض ده ما بيع. نزلوا تفاوضوا معاه ما باعوا الشعب السوداني، باعوا. والتفاوض شنو يعني؟ مع حرب مؤجلة. انت قال نازل لو تفاوضوا خلاص موضوع انتهى، حرب مؤجلة، وكان يجي يسرق ويسلح وتاني برضو ينقلبوا على الجيش. ناس لا دين لهم. نعم كبير الله، ناس لا دين لهم على الاطلاق. تيجي تقول لنا تفاوض معهم ما في كلام فارغ زي ده. بعد نازل بيننا بينهم تر في حاجات ما قاعدين نقولها. نازل الان بيقوا يخطفوا بنات عديل، اقسم بالله يعرسون بالقوة. الان الجنجويد بيخطفوا بنات بيعرسون بالقوة. القيادات بتاعتهم والصعاليق بتاعنا والعاملين قيادات دين قالوا عشان يجملوها بدل الشغلة تبقى اغتصابات. اي زوج جنجويد شاف اي بدعة عجبته بيجي عديل بهددوا اهلها. حصل، حصل في الجزيرة، حصل الان في القرى دخلوها في سنار دي، حصل، حصل في أمدرمان، حصل في شرق النيل. والله العظيم شوف الاستتار ده كيف يجي عادين يقول لك هذا البدايه احنا دارينا عرس بنجيب المازون يعرسها بس، يجي الجنجويد يسوقها. ما هو بالمنطق ما في بيت بتناس بنعرس لها جنجويدي على الاطلاق. ما في زول مقرف، زول قرف، زول عفن، زول ميليشياوي، زول حرامي، في زوج فيه شنو؟ الزوج فيه شنو؟ ده حاصل الان في شرق النيل، حصل شرق النيل ده عموما مختف عديد من البيوت بيقول لك انا عرسنا لا. في امدرمان دي كذلك حصل في البدايات، عندك في تياط صالح ابي غادي حصل، حصل عليه اللي سوقوا عرضك من قدامك بحجة ما في حاجة اسمها موافق ولا موافقة ولا هنا يقول لك عرس. والابو لا حول له ولا قوة، والبيت مغلوب على امرها، تعمل شنو؟ حاصل. وبعدها تجي تقول لي قال ما عارف النازل نقعد معاه، نقعد معاه. انت مجرد ما قلت نقعد مع نازل انت ما سوداني، انت ما عندك قيرة لا على ارضك ولا على ولا على عرضك. لان جد انا عداوتنا معاهم حتستمر كده ليوم الدين. نكرههم نكره كل ما هو جنجويت، اي حاجة من تياهم بنكرهها، نكره غنام. واحد يقول لك قال والله العظيم شكلتنا في محلة، ها؟ لكن غناكم سمح، غنام سمح بدا شنو يا زل؟ غنام سمح بدا شنو؟ غنام سمح. أقسم بالله أنا في حياتي ما شمت على ميت إلا الموتى بتاع الجنجة ديل، إلا شفت الفطيس بتاع الجنجة ديل. الواحد لما يلقى فطيس من الجنجة ديل بيرتاح نفسيا كده، بكون مبسوط. لا دين لهم يا اخي. تيجي تقول لي قال اغانيهم سمحه، لكن شكلتنا في محله، ما في حاجه جايه من طرف الدين جديد سمحه. على الاطلاق حاجه جايه من طرف الدين جديد سمحه ما في. ما تقول لي قال لا انا ما ادخلهم، لا ندخلهم. اذا كان اهلهم هناك بحرشوا فيهم، بيربوا فيهم من صغار على قرهل. الشماليين
يغني في الاغاني ما عارف شندي ما بعيده وشنو ما بعيده وشنو ما عارف. تيجي انت تقول لي قال يا اخي والله العظيم ان احنا ننزل نكره، ما بنكره اغاني والله نكرههم اقسم بالله العظيم. جنجويد ديل شفتها نكرههم كده ليوم القيامه. واي ذل بيتفاعل مع النازل ولا بيتقبل منهم اي كلام، ها ده وزان ذل وهمي. نكرههم النازل يا ذل، عداوه بغضاء كمان بيننا وبينهم ليوم الدين. والناس اللي عندها صفحات في التيك توك ديل تقعد تجيب الجنجويتي، هو عارف حاجه انا فاهم حاجه، تقعد تتحاور معه. جنجويتي شنو يا زول اللي اتحاور معه؟ جنجويتي زولو عشان اقعد اتحاور معه؟ جنجويتي ده عليه القسم شفت جيريو افضل منه، مش القلب، جيريو افضل من الجنجويتي. تيجي تقول لك يا اخي احنا نقعد نتحاور معاه ويقعد يسالوه ويقعد يقول لك كمان يوصل اجندات عبركم؟ همكم شنو يعني؟ ما همكم معناه المشاهدات؟ همكم المشاهدات؟ جنجويتي تكرهه تكرهه كده شفت لله، بس حاجة فيها جيم ساكت جيم دي تكرهها. ها لأن النازل هم خلقوا العداوة دي، والشغلة دي بالمناسبة عندهم كده تربية كده زول بيربوا على كره الشمالين. هسا أنا الشمالين دي يعني سبحان الله، يعني أنا ما لقيت لي شمال والله إلا كان ما بيفهم ساكت ولا كان دافع اللوي، لكن ما لقيت لي الشمالي قبل الحرب دي قاعد يتكلم على النازل بيسو شاب كنا نشان دي ما بعيدة، ويطلع واحد طلع شيخ منهم كمان تطلع عليه معقولة. وتجي انت تقول ليه قال اقانيم؟ اقانيم شنو يا زول هوي؟ اقانيم شنو؟ انا اكره كل ما هو جنجويدي والله العظيم، نكرههم كده لما الدين ونجغمهم كده لحد ما البلد دي تنضف منه، نجغمهم كده شفت لحد ما البلد تنضف منه. جنجويدي شنو يا زول؟ ناس لا دين لهم ولا عهد ولا ناس خونة حرامية قطع الطرق. تيجي تقول لك يعني احنا ما عارف الشكل في محلة لكن اغانيكم سمحة؟ قانون سمحة شنو يا زول هوي؟ قال ما عندهم حاجة سمحة يا زول، بس نكرههم كده. هو طبعا الغايز من الناس ما متقبلين، نتقبلك بعفنك ده كيف يا ها؟ نتقبلك بعفنك ده كيف يا جنجويدي؟ تمام يا زول، ما بشر انت عشان نتقبلك انا. جنجويتي ما زول يا اخواننا هوي، جنجويتي ما زول، وعلى القسم اللي عملتوه في المواطن ده كان في الجزيرة والله كله بنخلص منكم، اقسم بالله العظيم كله بنخلص منكم. ويدنا دي انا بعد كده بتكون موصولة ان شاء الله، مش مركت من الخرطوم مركت من الحتات دي، يا ريتو والله برضه تنجرموا هناك برضو تنجبهم. انا قلت على الشعب السوداني انتوا ما عدا جيش ولا عندكم مشكله مع الجيش، انتوا كنتوا اختلفتوا مع الجيش ده قريب، ده اختلفتوا مع الجيش مردتوا على الجيش، دخلتوا المواطن في الموضوع، نهبتوا وقتلتوا واقتصبتوا ولسه كمان شغالين تصفيه حسابات. عشان كده ما بنخليكم. انا واحد من الناس والله يا اخوانا، انا غايته ما بعرف، لكن بالنسبه لي الناس اللي قاعدين في السعوديه دي والله العظيم انا كلامي ده لاي زول، الناس اللي قاعدين في السعوديه والله يا اخوانا انتم رجال والله العظيم. مش تقول لي قانون يا قانون شنو يا اخي؟ زي جعفر ده، زي جعفر ده عليك لحد الان ما فيكم زول قادر يوصلوا. ناس قاعدين في السعودية ذيل جعفر ذيل حد ما فيكم زول قادر يوصلوا؟ زول بحرج على قتلكم، بحرج على اغتصابكم، بحرج يعني شنو يعني إقامة؟ إقامة شنو؟ إقامة شنو؟ والله العظيم تصفي الدنيا دي كلها. لكن زي جعفر العامل فيها منكم ولحد الآن ما خلمنا ده والله جينا في حقكم. والله العظيم الناس قاعدين في السعوديه والله شينا في حقكم. زول ده قاعد اقسم بالله المفروض تمشي، شفت الجرو من ظهره ده تودوت شلتوه ترموا الشرطه دي قدامه. زول يا اخي بحرض على قتلكم، بحرض على اغتصابكم،
تيجي تقول لي قال ما عارف الشغلة دي زول، ما تخليه يا زول على الإطلاق، يحفر ده ما تخلوه، ده قاعد في السعودية. الكلام ده جاي منكم والله، اقسم بالله العظيم. جعفر ده هسه دي كم شهر؟ اكتر من 11 شهر قاعد الزول ده. كلهم كوم، شفت كلهم الناس زي كوم، ها؟ وابن المرأة ابن الكلب اللي اسمه جعفر ده كوم، احترامنا للنسوان يعني، كلنا اولاد عويل كويس. لكن جعفر ده اقسم بالله العظيم الزول ده المفروض اي زول قاعد ما تخلوا. حيسأل لكم شنو يعني؟ سؤال لكم شنو يعني؟ زول قاعد لحد الان بيقول فاده وبيتلفظ وبحرش، وداعم للقتل وداعم للاغتصاب وداعم للتشريد. قاعدين انتوا ولمتين يعني؟ اي زول قاعد في السعوديه اقسم بالله العظيم، انا والله ما عارف، انا ما كل السعوديين، لكن انا قاعد في المنطقه اللي فيها جعفر ده تحديدا. انتوا ما رجال والله. والله العظيم لو رجال زول ما بتخلوا. ما بعي اسمع قاعد في، والله لو قاعد شفت في الكعبه ذاته المفروض الزول تمشي تجره من هناك. ده زول حرام يا زول، هوي ده زول حرام اقسم بالله العظيم. جمع وامشي هناك الزول ده خلص يا زول، هوي زول ده قليل الادب. وانا جعفر ده والله يا جعفر انا ما بعرف، لكن ان شاء الله بس شفت الدنيا دي تلمنا. انا اوريك رجعت السودانيين ذاتها كيف ان شاء الله. الدنيا لما انا جعفر وانا اشوفك بعيني كده قدامي في اي محل، في اي محل يا جعفر، بس انا اشوفك قدامي اقسم بالله اعمل فيك عمليه والله اتكلم مع نازل لحد يوم القيامه، والله اتكلم مع نازل لحد يوم القيامه، لانك انت زول تافه زول عفن زول تدعم في مستعمر تدعم في احتلال. ناس بيغتصبوا هسه، شو بيحصل في الجزيره ده؟ شفع شافعات بيغتصبوا بيها، وقاعد تستفز في الجيش السوداني قاطبة ولا هميك الدماء اللي بتسيل لي ولا هميك الاغتصابات ده كله عشان كرشك ينعل ابوك لابول بعرفك ذاته. هاي ناس جدة الزول ده اقسم بالله العظيم الطاول وفات كل الحدود. انا قصدي جعفر فقس جعفر بكرشه ده يا زول، كل الناس بتعرف. وانا الزول ده المزعلني شنو الزول ده القريب انه هو من الشمالية بيحرض على الانسان الشمالي ودى الكلب. وجعفر ده اصلا شفته زي ده اقسم بالله العظيم اكيد طالع من بطن عاهرة، عليه القسم جعفر ده ما طالع من بطن مرة كويسة، نصل لامه زاد. جعفر ده شفته نهائيا ده مستحيل ده يكون بشر كده طالع من بطن هنا، ولا طالع من ام نافع ولا طالع من بيت نافع. بالله انا السعوديه زول ده بيقول له زول ده يروح عديل كده، شفت امشي ارمل البوليس دق قدامه كده لما زول الله نحن ما نشوفه هنا. والواضح ده زول حرام جدا جدا يا زول حجار. انا ده زول الوحيد شفت الناقم منه، ده زول الوحيد انا لو لقيته اقسم بالله العظيم بقى والله اعمل فيه عمليه لما نقول ما داير كلب والله العظيم. السلطان عليه القسم لو ما رحلته شنو ده يا زول، هوي زول اتخطى كل الحدود الخطوط الحمراء، كل الخطوط الحمراء زول اتخطى، زول بيستفز بقل في ادبه بقل في ادبه. انت لو ما هنا اطلع اطلع يا اسمك منو بخيت يا دراب، يلا مع السلامه يا واد هناك بلوك اديناك البلوك يلا. عشان كده يا اخوان اللي هو الناس اللي قاعدين في جده الزول ده شوفوا عنوان وين، شوفوا هنا وين، امشوا عادل للبوليس زول ده شوفوا له حل. زول ده قال ادب عديل كده بيقول له بالقانون، انا بقول لك امشي الزول ده ارتكب معاه جناية ولا لا، الزول ده عادي امشي تلموا شفته امسكوه ادعوا له الشرطة قدامه، ولا الزول ده داعم للقتل وداعم للاغتصاب وداعم للنهب وداعم للشيل بيحصل فوقه اصلا ما تخلوا. فانا اللي مزعلني منه هو من الشمال يعني الكلب ده.
بالله بس اصلا ما تخلوه، امشوا السفاره، امشوا اي محل، امشوا داهم والسفاره دي زاد. امشوا السفاره، امشوا القنصليه، امشوا اي هنا، ما اعرف انا السفارات والعالق دي هنا قاعدين. زول زي طوالي انت كنت بالله يا اخي. زول يوميا يا اخي زول 7 ولا 10 شهر يا اخي بيردم في الجيش وبيستفز في الناس ومبارك الاغتصاب ومبارك هنا يقعد يشبك انا شاوس وما شاوس. وما راجل جعفر ده، اقسم بالله جعفر عليه القسم يا جعفر، انا زي جعفر ده انا القاه والله دخل في كيس حتى اوديه القسم، والله دخل في كيس حتى اوديه القسم. دار تطبل ها وبعد شايف نفسه على حد، شاف الناس كذا كذا، انت هسه ماكو زنجه يا عفن، هو احنا بتاعك ده جابوا لنا ما جابوا كذا تشبيكنا ما عارف كوز وما كوز، احنا تبدا شنو انت الان مستهدف المواطن السوداني، انت مستهدف الجيش يا زول، انت الجيش ده تمام من الرجال، انت الجيش على القسم احدث جندي فيه ممكن يقدر يقف الواطبي. عشان كده هاي ناس جدة زول ده شوفوا شوفوا علينا زول ده، شفتها مسكوه الدولة الشرطة قول لهم الزول ده كده كده كده، الزول ده حاصل منه كده كده اصلا مدخل قول له طوالي. ده قال تاني ما يجي السودان، انت تنتظر يجي السودان، خلي الشرطة يترفع تجيب لكم السودان غادي بس. وعليكم السلام، قلنا اعتزاز او امنا اعتزاز، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي جعفر ده زول، هاي الناس اللي قاعدين هناك طوالي شفتوا زول، امشوا القنصلية امشوا بلوا بالقانون بس بالقانون، شفتوا بلوا ودوا خلي الشرطة يرجعوه يودوه هناك بعد ذاك يتحاكم هناك، مش في القائمة بتاعت المطلوبين، خليه يمشي. لسه جمان يا زول رخيص عفن ساي، مع كل الناس دي قابضين من الجنجويت، لكن ده أحق بشر على المواطن السوداني وأحق بشر على أهله. وأنا قلت لك زي ده شفته مستحيل مستحيل، كويس مستحيل، الزول ده قلت لك شفته يكون من المنطقة دي، زول ده فيه نفس، زول ده جايبينه باللفة، المهم حاقد على نازل بطريقة كده غريبة خلاص. بس يا اخوانا لحد هنا ونقيف، لحد هنا ونقيف ونختصر ان شاء الله، نجي بكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس شير اخوانا على اللايف ما ينجرم، والى ان نلتقي غدا بإذن الله تعالى.